فلاح يا فلاح، نحتي شي حاجه في الطبق. انت تنحى على الله ولا شفتي شي؟ انا غندير التشكيله. حتى راه غلطه هذيك اللي تما واقيله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع في هذا البث المباشر. المباراة الهامة ديال فريق تعزم الخميسة تستقبل الفريق رجاء بني ملال في رسم الدورة 21 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. مقابلة بالطبع جد هامة وحاسمة. فريق تعزم الخميسة اللي تيبحث عن أول انتصار ديالو في الشوط الثاني من البطولة، في حين الفريق الضيف اللي هو تيلعب على ورقة الصعود تحت المرتبة الثانية عازم كذلك أنه يرجع بالانتصار ويرد الدين ديالو أمام فريق تاع الزموري اللي انتصر عليه في مباراة الذهب 5-1. هاد المباراة اللي تقودها حكم الساحة اللي هو جلال جيد، اللي تمناو يكون جيد جدا نيت في هاد المواجهة، تيساعدو حمزة النصيري وعبد الغفور خضر. الحكم الرابع هو الشاب حمزة أي توريكان من عصبة الغرب، حكام الوسط حكم المباراة من عصبة البيضاء الكبرى مندوب السيد تقي. للأسف جماهير الإنطرا أو عائلة فرسان فاميلي تغيب عن هذه المواجهة وباقي المواجهات داخل الميدان، إذ صدرت في الأيام الأخيرة بيان ستقاطع المباريات فارق داخل الميدان، ولكن غادي تنقل بكل كثافة لمساندته خارج الميدان. ثواني وتعطى الانطلاقة ديال هذه المواجهة
اول حاجه تنتبهوا لها في هذه المواجهه هو الدخول في الكوزيد المهاجم اللي حضر الكره اول من البدايه تعطات انطلاقات هذه المباراه. كره في اتجاه أوزيد تدخل احد المدافعين شلا ألاغا وخريس عند الكره زوين مارور ترفعها في اتجاه الحارس كيف تسمعوا أصداء جماهير الضيف رجاء بني ملال اللي جات باش تساند الفريق ديالها بارطاجيو اللين ديال المباراة في الصحابة شكاع الإخواني والأصدقاء والزوار خطيرة ولكن ورا نقص راه الكونيكسيون تقطع ورا غير غلفو مرحبا بجميع الأوفياء مرحبا بجميع محبي فريق تاع زمر خميسة وكذلك محبي فريق الضيف الزوار والأصدقاء في كل مكان لمتابعة النقل المباشر من ملعب 18 نوفمبر بالخميسات أجواء مشمسة رائعة في الحقيقة
تتسنح إجراء مباراة جيدة أو مباراة القمة بالنسبة للفريق تاع الكنيسات التي يحاول منذ الدورة 15 أنه يكسب ثلاث نقاط في الميدان. الكنيسات اللي خسر الهزم في المباراة الماضية في الدورة الماضية أمام فريق اتحاد كان انتصر على أولمبيك تشيرا بجوج لواحد. حاليا اتحاد الكنيسات يحتل المرتبة 11 23 نقطة ورجاء بني ملال يحتل الرتبة الثانية ب 34 نقطة على بعد 6 نقاط فقط على المتصدر أتلتيك الزمامرة اللي تاهو ربح الماتش الفايت في الدورات الأخيرة ولا غيتي تعادل. هذه محاولة سقوط صالحي مطارد ضربة الجزاء ولكن الحكم ما تعلن على أي شيء يعطي إنذار شفوي الصالحي يبغى يتعمد ضربة الجزاء. مدرب فريق رجاء بن مراد فلاح وهذا اللي في الصورة مدرب فريق تعز مرور النسات توفيق المرابط. كيف علمنا قبل بداية هذه المباراة أن المكتب المسير ديال الفريق تعز مرور النسات اجتمعوا مع اللعابة وداروا معهم تحفيز حفزهم باش منحة إضافية أو دوبل بريم للفوز في هذه المباراة واللي احنا أصلا محتاجين هذا الفوز على أرضية الميدان. هذه ضربة خطأ جانبية في الجهة اليمنى ديال الحارس هدف يضع بوخريس تدخل دفاع أول محاولة حقيقية تسجيل زاوية. اتحاد الزمالك الخميسة تلعب بالبدلة الصفراء ومولي ديال وجدية كالعادة بالبدلة أو فريق رجاء بني ملال تلعب بالبدلة الخضراء عقلنا مع الولادية بجدية وبركان والأحداث الشغب اللي تنستكرها اللي وقعت في ملعب ديال وجدة اللي مازال في الدور إنجاز ومازال جديد وتخرب كامل زعما للأسف. شي حاجة اللي تضطر السمعة ديال الكرة المغربية في وسط الملعب. هذه الكرة عطاها الصالحي مشات لي خص بها مفك ديو أفلي بوخريس المساندة بعد تفضل تغير اتجاه جيت أفلي جيت اوزي ديال الله اوزي ديال الله شاهدين اوزي ادفع اصلا كانت ضعيفة كان زيها كرة مازال تعزبوا الكنيسات كلمة زوينة تدخل دفاع بيض كرة تترجع عند رجاء بني ملال هذا اللاعب شاكو اللي تيدخل رسمي في هذه المواجهه تلعب في الدفاع امام بعض الطوس اللي عنده الكره كاين تفضل بيود الحارس رزين
مرور بوخريس قفلاي وفي الهجوم كان الصالحي وحافظ وزيد. وهذاك 33 يلا يا شباب يلا اتحاد هذا بير يوقف الكرة شوف يا الصالحي ما تفكش منها يلا الصالحي قد فاوى هذا خارج خرج الكرة الزاوية بكل روعة أول تهديد حقيقي هدف ضائع الحارس هنا نقد المرمى ديالو خرج الكرة الزاوية زاوية الدفاد ما كاينش اللي يكمل الكرة كيصبح هجوم مضاد هجوم مضاد جا اليمنى الكرة تمشي الحارس أمين مرزوق بكل سهولة حوالي 15 دقيقة من بداية الجولة الأولى دائما صفر لمدة بين الفريقين واحد يهدف الثاني هذا شاكو ريو أفلاي أفلاي رفع اتجاه ألاغا تمكن من ألاغا يلا ألاغا يلا سجل ألاغا شال الصالحي نفتقد المتمم العمليات نتمنى على كل الفريق تيحاول يخلق هجمات وتيوصل الشباك ان شاء الله غادي نشوفوا اهداف في هذه المباراه خرجت ضربة مرمى جماهير الترا فاميلي تتنشر بين دالها اللي بغى يعرف يدخل الصفحه الرسميه الترا فاميلي او الترا كافالي فاميلي تتحتاج انها تقاطع مباريات الفريق داخل الميدان وستسانده خارج الميدان هنا في المنصه أصدقائي تتسكن بها ديال جماهير فريق الطيف لا شرط فائدة رجع لله Thank you.
صالحي بالرأس و كرة ما خرجتش. مشى لها أزيد في الدفاع أفلي صالحي ضربة خطأ شاليها زورير مارور في جهة اليسرى مع بيوب بيوب اتجاه بوخريس في وسط الميدان. بوخريس غادي يعطيها الفعل شاغو 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 ترفع اتجاه مرمى قد تقطع الكرة ما خرجتش. يسمح هجوم مضاد هجوم مضاد تدخل طاس تركيش منها المواجهة اللي هي برسم الكرة 21 واللي أصبحت كاع المواجهات ولاو سخون من جميع الفرق بحكم أن كاين تقارب في النقاط. الفريق اللي تيفوز راه تيهرب شوية، الفريق اللي تيخسر تيولي مع المراتب أربعة وخمسة الآخرين تيبقى كلشي مرتب، في حين أربعة الفرق اللي باينين تيلعبوا على الصعود هذا الموسم هما فريق أتلتيكو جنيرا اللي بدا تيتراجع المستوى ديالو. كان رجاء بني ملال في الرتبة الثانية وكان مغربي فاسي في الرتبة الثالثة اللي بينها جوج نقاط مع بني ملال، والنادي القنيطري 30 نقطة في المرتبة الرابعة، الرصيني بيطاوي الراكل تحت المرتبة الخامسة ب 29 نقطة. ضربة خطأ تكون خطر على مرمى رزين. كيف ما قلت نعطيكم باقي المباريات اللي تتلعب اليوم. كاين وداد تمارا ضد بنقرير، كالتحام القاسمي تستقبل نادي السالمي، اولمبيك تشيرا تستقبل وداد الفاسي، ماري الفاسي تستقبل الراك، شباب قصبة التادلة تستقبل شباب مسيرة، نهضة اتليتيك زمامرة تستقبل شباب خنيفرة، نادي القنيطري تستقبل جمعية سالا، شباب قسم التادلة واتحاد القاسمي هما اللي تيعانيو في المراتب الأخيرة. اتحاد القاسمي عنده 18 نقطة وقسم التادلة عنده 17 نقطة. قسم التادلة اللي ربحت الماتش اللي فات الراسينغ البيضاوي في الميدان ديالها. تابعوا هاد المحاولة تتفات مباشرة الحارس وزاوية أول زاوية لفريق رجاء بني ملال. الزاوية تدخل
وقف لي زاوية أخرى. كينا؟ المباشر الملعب 18 بارطاجيو باش نرجع معكم. تنساوش ديروا ابوني للقناة عندنا باش نبقى نزيدو ننقلوا فيها المباريات القديمة خلال نقلة عالية في الصورة وفي التصوير وعلى حسب الكونيكسيون تيم قطع المت او تضعف الكونيكسيون ولكن ما عندنا كي نديرو ليها هذا وجهنا. المهم المباراه هي تبقى مرفوله ومسجله في القناه ديالنا. محاولة ضائعة وزاوية تدخل الدفاع الزاوية في الزاوية مع الصالحي ترفع زاوية أخرى في اتجاه أخلاي حكم خطأ من بين الصالحين دائما صفر لميت ليه بين فريقين حوالي الدقيقة 28 على بداية الجولة الأولى تعادل السلبي صفر لميت ليه بين فريقين اتحاد زموري خميسات وضيفي رجاء بني بلال الحكم تعلن على تسلل Thank you.
مصاب كيعاني تعرض للكسر في الرجل ديالو، وزونغو كذلك اللي كان مريض هو. الماتش بدا تيبرد، كان في البداية كانت محاولات جادة خاصة فريق كازاخستان. واحد حسنا واحد واحد نترا نترا كان خاسرين مع سيدة رضا الوتاع الكبرى خطأ جانبية تدخل أزيد خطأ مع الحكم الأول والعطاء كبير. يلا نبقوا ما تضيعوش الوقت. هذا شاب شاب فدت خطأ بوخريس وبيوت بوخريس بوخريس ضاعت لي اصبح هجوم مضاد كداري تدخل دفاع اشهر. النتيجة الحالية دائما التعادل السلبي بين الفريقين. حوالي الدقيقة 31 يتلعبوا الآن الجولة الأولى. كيف ما ذكرت سابقا اتحاد الزمالك ميسد في الدورة السابقة هازم بجوج لصفر أمام رياضي اتحاد الرياضي السالمي، ورجاء بني ملال تفوقات في الميدان ديالها على أولمبيك التشيرة، وبدا تتقرب بشويه بشويه للمركز الاول. الان حاليا تتقتل المرتبه الثانيه ب 34 نقطه، تيتبعها فريق المغرب الفاسي ب 32 نقطه. المغرب الفاسي تستقبل اليوم في اقوى مقابله كذلك فريق الراسينغ البيضاوي. الراسينغ البيضاوي اللي تحتل الرتبه الخامسه ب 29 نقطه. جميع المباريات ديال اليوم النتائج ديالها غادي تعطي واحد تغيير جديد في الترتيب العام الى كمية الانتصارات والمفاجآت. خط الخط كانت بعيدة على المرمى، الحارس كان خاف حاول كانت ذكية للاسف. تنستمعوا غير الاصداء ديال جماهير الضيف اللي تيساند الفريق ديالو، في حين الجماهير ديال الاتحاد الزموري جماهير ديال الانترا غايبه وعلنت على المقاطعه ديالها داخل الميدان في بيان نشرته في الصفحه الرسميه ديالها. خطيره زوينه وزاويه قلبو خريس وزاد كمل هالطاوس. ويلي ويلي عندك وغندمو على هاد المحاولات. جوج المدافعين مدافع وسط الميدان بوخريس كرة دازت عليهم بجوج وهما قدام الشكا خاوية تقريبا. هذه المحاولة
الثالثة تقريبا الثاني حال التسجيل ديال الاتحاد الزموري خميسات. يلا الكرة مشات في اتجاه يلاه وزايد يلاه سهولة في الحارس أصبح هجوم مضاد الآن فريق رجاء بني منال في الجهة اليمنى وزاوية زاوية الثالثة رجاء بني منال هذا ملعب 18 لوان بالخميسات ملعب عنده في عشب طبيعي من الطراز الرافع من الملاعب الجميلة في المغرب فدية تدخل مرور الحارس حكم تعطي خطأ للحارس عافشي عليكم ما خصناش انذارات مجانية دائما الصفر اللي مثلي بين الفريقين تلعبوا الدقيقة 35 مباراة فيها احتكار شوية المحاولات فريق اتحاد الزموري خميسات اللي ما زال ما تمكن يسجل هدف السبق واللي تحاول انه يسجل ويخرج بالفوز في هذه المباراة والفوز محتاج ليه كاملين بكل صراحة جميع الفعاليات والمكونات والمساعدة والفريق لا محتاجين الفوز لغير يزيد يرفع شم معنويات الفريق الفوز اللي غاب علينا منذ الدورة 14 تنظن خطأ الاتحاد الزموري عنده لحدود هذه الدورة عنده 23 نقطة جابها في 5 ديال الانتصارات اللي عندنا فقط و 8 ديال التعادلات و 7 ديال الهزائم عندنا 23 نقطة تنحتلوا الرتبة 11 معنا شباب بنقريتا كذلك عنده 23 نقطة رجاء بني منال اللي بصراحة من النهار من الدورة 6 يعني محاولة خطيرة تدخل دي رفضت ميدان مشى ليها الصحيحة ما تمكنش منها كيسب هجوم مضاد في الجهة اليسرى تدخل ألاغا هذا عفوا خطأ ضد ألاغا كيف ما قلت لكم منذ الدورة السادسة اللي انتصر فيها اتحاد الزموري خميسات على رجاء بني منال بخمسة لواحد رجاء بني منال اللي كنا ديك الساعة في أنه كان عنده مشاكل وكان لعب فريق البديل ومنذ تلك الدورة مجهودات ديالهم مجهودات هذا المدرب الشاب اللي معاهم مراد فلاح بعزيمة اللاعبين رغم قلة ولا انعدام الإمكانيات المادية تقاتلوا بداوا تيجيبوا التعادلات والانتصارات حتى ولاو تحت المرتبة الثانية حاليا واللي تيلعبوا على مركز الصعود نفسه عليه بكل شراسة مع الماري الفاسي والنادي القرنطري هذه محاولة خطيرة خطأ بالدفاع خطيرة خطيرة تدخل بخرس الشرق هذه من المحاولات الخطيرة ديال فريق رجاء بني منال الحسن الحظ تدخل بخرس خرج الكرة للشرق خمسة لواحد خمسة لواحد باش ربحات خميسات في بني منال في الدورة ستة هذه كمعلومة إضافية أفلي غير رفع كرة في اتجاه الأزايد مشى ليها بيض والحارس هو اللي تمكن منها بكل سهولة دائما صفر لمثلية بين الفريقين اتحاد الزموري تيستقبل الفريق رجاء بني منال ملعب 18 نوان بير بالخميسات الجو مش من أرضي خصنا نشوف
والأسف والمؤسف واللي نقص هاد المباراة هما جماهير ديال الخميسات اللي تيساندوا فريق الإنترا ديالهم اللي علنت على المقاطعة في بيان الصحراء الرسمية ديالهم. هذا هو المؤسف في هاد اللقاء واللقاءات المقبلة داخل الميدان. في حين واحد الكره متوقفه هذه هي الجماهير الملاليه اللي جات ساند الفريق ديالها هنا مدينه الخميسات. سير الله يلا أفلايف وسط الميدان عنده كرة غيعطيها للبيوض ما زاد فيها عطى الحكم خطأ. كرة في اتجاه ألاقا يلا ألاقا يلا عطيه صالحي تقلب على إيدا خاصنا حاد الحكم تعاطف معاه هادي راه ما تعمدش انه يتدخل هكا. المهم هذا الحكم المباراة جلال جيد من عصبة البيضاء تساعدوا حمزة النصيري وعبد الغفور خضر. كاين الحكم الرابع الشاب من عصبة الغرب حمزة ايتوريكان. دقيقة 41 دائما صفر اللي متلي بين الفريقين. هذا هجوم مضاد في جهة تعلم على خطأ ضد ألاغا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا كذلك ونقر على الجرس وابوني باش توصل بكل جديد. هذه محاولة جميلة الصالحي ما تمكنش منها وخطأ ضد وزايد في الأول ضد الصالحي الحكم عطاء انذار عطاء انذار لأن التعاطف مع قبيلة في ديك المحاولة وفي ديك الخطأ ودابا زاد واحد آخر. دقيقة 45 تقربت 45 بقات 10 ثواني الجولة الأولى قد سالى التعادل نتمنوا في الجولة الثانية نشوف الأهداف ما بغيناش التعادل. حافظ أزيد صاحي تشربوا الجو اليوم داير بحال الجو ديال الصيف تقريبا سخون الحال شوي و نتمنوا لي ربي ام صعد علاش لا حنا ماشي مع ماشي ضد فريق تيلعب على الصعود. حنا كنا بغينا نلعبوا على الصعود وعينين الامكانيات ما قدرش الفريق يكمل على الصعود ولينا مهددين في الحقيقه. دابا ما كثرنا من التعادلات ولا الهزائم راه قضيه حامضه. ربي ام يستاهل عنده فريق شاب و تيتقاتل ولكن سبحان الله حنا كنا نربحوا هذا الماتش نعتقوا راسنا حنا الاولين. مازال تسعود الدورات ومازال فيها الكثير ما يتقال مازال مباريات قويه
بالإضافة أن راه بني ملال عنده مباراة تنقولوا سهلة على الورق الدورة المقبلة. يلا الصحيح شا يدير بها شاكي. رجاء بني ملال في الدورة ديال المقبلة ديال 22 غادي يستقبل فريق الاتحاد الرياضي القاسمي اللي تحت المرتبة ما قبل الأخيرة. والاتحاد الزموري غادي يرحل الفريق الوداد الفاسي. الوداد الفاسي اللي تاهو عنده تاهو تيعاني في الرتب الأخيرة تحت حاليا الرتبة 13 22 نقطة. وحنا اليوم تلعبوا 23 نقطة. كل شيء متقارب كل شيء بحال بحال. اللي ربح يطلع للسبعة والثامنة والستة واللي خسرتي واللي في الحظ 12 13. يلا أفلاي محاولة الأخيرة. صافي انا كنت متبع المكانه ديال الساعه ديال النقل هو كان بادي قبل متصفر انطلاق المباراه. المهم راه حاليا دابا غتكون دقيقه 43 و 44. المهم الوقت الاخير في الجوله الاولى هو اللي تلعبوه دابا. محاوله زوينه في اتجاه وزيد والحارس تيتدخل. المن ها اش مره صافي صافي يلا يلا الدفاع الحارس اتجاه بيوت بيوت مازال ما شفناه في هذا الجوله. افلاي افلاي في اتجاه الصالحي. يلا الصالحي يدور بها سير دار على الحارس طيحه. اللي دار لي ابوني دي ابوني هادي ما عندناش المشكل ديالو لي ابوني انت انا نتعاونوا معايا دائما صفر ليميت ليه بين الفريقين. تلعبوا الدقيقه الاخيره من الجوله الاولى والحكم غادي يرفع الوقت الدقيقه اللي هو دقيقه. الحكم الرابع الشاب حمزه ايتوري كان من عصبه الغرب سيرفع دقيقه بدل الوقت الضائع. كره انت حزمه الخميسات شاكو في اتجاه الصالحي يا رب الشرط. ما تنساوش ديروا ابوني للقناه ديالنا حتى حنايا تساعدوا معنا جيم الباج قناه تجتهد وتتحاول تنقل او تتواكب بصفه خاصه الرياضه المحليه والاقليميه من اقليم الخميسات. ونهاية الجولة الأولى بالتعادل السلبي صفر لمثله بين الفريقين. نلتقي في الجولة الثانية. يروحوا ثلاثة ضرب كرة